لمتابعتها. إذا أوضاع المعتقلين في العراق مشاهدينا الكرام وسط التلكؤ في إصدار قانون العفو العام الجديد، معنا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. مرحبا بك أستاذ علي معنا. وسهلا، بارك الله بكم. وفيكم، حياكم الله. أستاذ علي، مع تجدد أسر المعتقلين في بغداد تظاهراتها بين حين وآخر لمطالبة شركاء العملية السياسية والحكومة الحالية عموما بالكف عن المتاجرة بمصير هؤلاء المعتقلين، كيف تحولت إذن قضية المعتقلين من قضية حقوقية إلى مناورة سياسية إنجاز هذا الوصف؟ يعني مع كل الأسف أنه الأخبار اللي تصلنا والمعلومات اللي تصلنا عن حقيقة استخدام هذا الملف من قبل أحزاب ومسميات تدعي تمثيلها لهذه المناطق الذي يعني ابتلوا بهذا الأمر، يعني معلومات يعني لا أستطيع أن أصفها، يعني غير وصف أنها معيبة. يعني هل يعقل أن هذا القانون العفو العام وقضية المعتقلين بما تمثل من 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 مساس بمشاعر الإنسان ومعاناة أهل وأم وأب وابن وزوجة يستخدم بهذه الطريقة؟ يعني هذا الاستخدام إلها إن صح المعلومات عنه فوالله يعني هذه كارثة ليس لها مثيل. أما مسألة التظاهرات فللأسف يعني هؤلاء السياسيين الذين يدعون تمثيل هؤلاء أكثر شيء مطمئنين إلى أنه لا يستطيع أهالي المعتقلين يتظاهرون تظاهرات كبيرة تكشف عدد المعتقلين والمغيبين قسرا ممن يدعون تمثيلهم بسبب أسباب طائفية وبسبب القمع الحكومي وغيرها من الأسباب. والكل يعلم أن أهالي مناطق في عينها من الأنبار أو من حزام بغداد أو من الموصل أو من صلاح الدين أو من ديالة إذا تظاهروا اليوم يمكن أن يوضعوا في خانة الإرهاب ويعتقلوا بتهمة الإرهاب. ولذلك أهالي يعني هؤلاء السياسيين الذين يدعون تمثيل أهالي هذه المناطق مطمئنين من هذه النقطة، بدل ما يقومون بجمع هؤلاء والحصول، يعني يفترض أنهم يحصلون لهم على موافقات للتظاهر حتى يرفعون صوتهم أمام الحكومة وأمام المجتمع الدولي وأمام العالم. هذه هي الكارثة، أن هذه المعتقلين وملفهم يؤتى ويؤذى من الناس الذي يدعون أنهم يفترض أنه يعني من أهدافهم ومن إنجازاتهم الانتخابية. نعم، برأيك كيف تفسر عودة قانون العفو العام؟ هذه القضية تطرح من جديد في كل مرة، وهل يمكن ربط قضية قانون العفو العام، يمكن ربط حديث بعض السياسيين الآن بإصدار هذا القانون بهذه السجالات والمناكفات السياسية التي تحدث بين حين وآخر؟ يعني نحن يعني لم يتركوا لنا حسن الظن بهم حقيقة. نعم، لم يتركوا لنا حسن الظن ولا نظن إلا غير ذلك. لا نظن أن إثارة موضوع العفو العام بين فترة وأخرى في فترة السجالات والصراعات على اللجان والمناصب وغيرها في كل مرة يثار هذا. نتمنى أن هذه الإثارة تستمر والمطالبة يعني حتى الناس تقطع الأمل على الأقل، يعني أما تعطون هذا الأمر حقه أو تتركونه لا تتلعبون بمشاعر العالم لأنكم تأذون العالم وتأذون العوائل وتأذون أطفالهم ونسائهم وأمهاتهم وبناتهم. يعني هذا الأمر أصبح والله معيب جدا، من المعيب جدا أن تستخدم معاناة المعتقلين أنك تدعي تمثيلهم. والمشكلة والكارثة الأكبر أن هذا العفو مخصص للناس الذي للمعتقلين الأبرياء. يعني الكل يعلم أن يعني الآن في الموصل مثلا اليوم الأخبار تردنا أن هناك أكثر من 40,000 يعني شخص متهم في قضايا الإرهاب. نعم،
يعني الكل يعلم أن هؤلاء عمليات الدهم والاعتقال والمعتقلين تمت على أسس طائفية، وهناك معتقلين، يعني أنا أحد المحامين استطاع أن يصل إلى مجموعة ملفات من المعتقلين من مناطق حزام بغداد ومن الفلوجة ومن أبو غريب ومن الطارمية، أكد بأن هذه الملفات لا توجد بها ورقة واحدة، يعني عدا ورقة واحدة بها الاسم والتهمة، أربعة هاي المعروفة، نعم. يعني لا توجد لا وثائق لا أدلة لا براهين. لا، هذه الكارثة. أنا أعتقد بأنه يعني آن الأوان لأن تتحمل هذه الجهات التي تدعي تمثيل هؤلاء الناس، تتحمل مسؤوليتهم وعيب. يعني أصبحت المسألة معيبة جدا، وفيها تلاعب بالمشاعر وفيها أذية للناس. يعني بالضبط، ما دور النواب من هذه المناطق؟ الآن القانون أحيل إلى مجلس النواب منذ نحو 3 أشهر، لكنه معطل، يعني لم تقرأ حتى الآن القراءة الأولى لهذا القانون. هل تم تعديل بعض الفقرات ولو أدنى ما يمكن تحقيقه يعني لإضفاء عدالة بشأن هذا القانون حقوقية؟ حسب المعلومات الواردة بأنه الجهات الحكومية، يعني المرتبطة بالحكومة وبالميليشيات وبالأحزاب الأخرى، أنها تشترط فقط يعني العفو للمتهمين بقضايا جنائية وجنح وغيرها. نعم. والمعروف بالعراق أنه أفضل، يعني أفضل الإنسان حين يعتقل يعني يجد كل الرعاية والمتابعة، ويشمل بالعفو إذا كان مهرب مخدرات أو مرتكب جريمة مخلة بالشرف وغيرها. نعم. أما اللي يتهم طائفيا، أو وأذكر هنا آلاف المعتقلين موجودين بتهمة مقاومة الاحتلال الأمريكي، وهؤلاء اعتقلوا في زمن، يعني في زمن الاحتلال الأمريكي، وتم تسليمهم. يعني لدينا حدود 8000 إلى 9000 معتقل يعني الاحتلال الأمريكي سلمهم لما تسمى بالسجون الحكومة العراقية. نعم. طيب الآن أنتم تدعون بأنكم مقاومة ومقاومة الأمريكان، لماذا لا تنظرون إلى هؤلاء اللي قاوموا الأمريكان ببسالة وشرف؟ وهذا يعني تفتخرون به إذا تدعون المقاومة الآن. لكن للأسف يعني قد أسمعت لو ناديت حيا. يعني البعض يتأمل أنه هناك مطالبات حقوقية بإيقاف الاعتقالات العشوائية أو الأحكام الصادرة تحت التعذيب بموجب ما تفضلت به قبل قليل، هذه المادة سيئة الصيت 4 إرهاب. هل تعتقد أن هذه المطالبات يمكن أن تضغط الحكومة على بعض الأحزاب التي ترفض الحديث عن هذه أو التنازل عن هذه الفقرة؟ يعني ما نلمس الآن هو زيادة عمليات هذه عمليات الاعتقال، وخصوصا في الأيام القريبة الماضية، أمس وأول أمس، عمليات دهم واعتقال في مناطق. يعني كيف تتم عملية مداهمات واعتقال في منطقة الرمادي وأهالي المحافظة واستخباراتها وشرطتها ونوابها لا يعلمون عنها شيء؟ ويعني من ضمن المعتقلين رجل عمره 80 سنة تقريبا، 81 سنة، بتهمة أنه الانتماء لحزب البعث. هذه يعني تهمة جديدة الآن يتم صياغتها ويتم من خلالها عمليات الدهم والاعتقال. الأمر الآخر أنه هذه الأحكام والاعتقالات وغيرها، يعني لا تجد من، يعني المشكلة حتى المحامين الآن، يعني أنت أن تجد محامي يتابع هذه القضية، هذا أمر صعب جدا. يعني لا يستطيع محامي أن يتابع هذا الأمر إلا من خلال عملية، يعني يتحول المحامي إلى راعش بين راشي ومرتشي. وأغلب عوائل المعتقلين هم يعني فقراء ولا يمتلكون كل شيء. ثم هناك عمليات الاعتقال والتهم التي تتم على أساس يعني التغيير الديموغرافي،
وعلى أساس الابتزاز وسلب الأموال وسلب الممتلكات، ولدينا كثير من هذه الأشياء تصلنا. يعني بالنهاية الخبراء القانونيون ذكروا أن الأحزاب الطائفية تحاول تفريغ هذا القانون، قانون العفو العام، من محتواه، وأن الذي يحكم بعقلية طائفية لن ينظر بالحسبان إلى تحقيق العدالة أبداً. أمر طبيعي. هؤلاء يعني هذه الأحزاب والمسميات التي يعني سوف تصوت في البرلمان هي من قامت بهذه العمليات الدهم والاعتقال، ميليشيات اللي قامت بهذا الدعم الدهم والاعتقال والتهم الكيدية والباطلة. هي لا تستطيع أن تدين نفسها أولا، ولا يمكن أن تتحول في يوم وليلة إلى يعني شريك بالوطن أو تشعر بشعور المواطنة، لأنه هذه لا تنتمي للوطن حقيقة، لا تنتمي للعراق، لديها شعور مختلف عن العراقيين. تنظر لأهالي المعتقلين من أبناء الطائفة السنية بالتحديد ومن مناطقهم بنظرة مختلفة، يعني عدائية طائفية، نزعة عدوانية. نعم، هكذا. إذن عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق سيد علي القيسي، شكرا جزيلا لك.